17 أيلول 2012. طبعا نهار جديد وعالم صباح كمان بيرافقكم مثل العادة، إنما مثل كل نهار جمعة لغاية الساعة 12 ونص بتوقيت بيروت. اليوم نهارنا مميز بلبنان، الاستعدادات بلشت من أيام طويلة لحتى نكون كلنا باستقبال الحبر الأعظم مقدسة البابا بنديكتوس السادس عشر. طبعا جاي برسالة كثير حلوة، رسالة محبة، رسالة سلام إلى كل الناس، مش بس إلى المسيحيين ولا حتى كما يقال إلى مسيحيي الشرق الأوسط، إلى كل الناس اللي موجودين بهالمنطقة. جاي برسالة كبيرة، جاي يخبرنا عن لبنان، لبنان الموحد، لبنان اللي بيجمع كل الطوائف، لبنان الحلو، لبنان اللي دائما هو رسالة كما كان على مر السنوات يقال عنه. طبعا هالرسالة هيدي الكبيرة نحن اليوم كرسميين وايضا كل الشعب اللبناني حابب انه يستقبلها بقلب كثير كبير. عسى انه هالقلب هيدا يلي بوقت من الاوقات اللبنانيين بيسكروا على بعضهم، الخي بيسكروا على خيه والجار بيسكروا على جاره، انه قلبنا يضل مفتوح حتى من بعد ما يغادرنا قداسة الحبر العظم. الرسالة هي يلي بيحكي عنها لبنان رسالة الوحدة والعيش المشترك والتضامن والولاد الحلمين والابناء والجيل المقبل، كلها يلي حابين انه تضل موجودة عنا، بتأمل انه مش بس الحبر الاعظم يخبرنا عنا، يخبرها نحن لبعضنا، نقدر نحكي الخي مع خيه والجار مع جاره، وما يكون في عنا هالفوضى يلي موجودة إلنا سنوات عم نعيشها. حابين انه لبنان بالفعل يكون رسالة نطلع لقدام ونضل حاملينه بقلوبنا. إذا اليوم الاستعدادات مثل ما ذكرت كثير رح بتكون على قدم وساق، في بعض الطرقات رح تكون مسكرة، طبعا كل المواطنين سبق وعرفوا بهالشيء لحتى يقدروا يتجنبوا شوي هالطرقات ما يعلقوا بعجقات، ويقدروا الكل كبار وصغار انهم يواكبوا هالزيارة المنتقبة إلى لبنان بدءً من الساعة 1:30 اليوم. لهالمناسبة بس بدي أقول إنه عالم الصباح رح يغيب عنكم أيامات سبت وأحد لحتى نقدر لحظة بلحظة نتابع كل النشاطات لقداسة الحبر العظم اللي رح يكون موجود معنا بلبنان. إنما عالم الصباح لليوم بعده موجود، ومثل ما قلت رح نترافق سوا لغاية الساعة 12:30 بتوقيت بيروت. اسمحوا لي البداية أكيد صبح الشيف علي بالخير. إذا رح نشوف سوا الشيف علي وشو هن فقراتنا وكيف هن. تواصلوا مع عالم الصباح أكيد عبر فيسبوك وحتى عبر تويتر، فيكن تبعثوا لنا كل آرائكم واقتراحاتكم وحتى أسئلتكم، ونحن مستعدين دائما لحتى نجاوب عليها بكل التفاصيل، ودائما نكون على أتم الاستعداد لنعطيكم كل الأجوبة اللي حابين أنكم تسمعوها. بداية عالم الصباح لليوم 14 أيلول رح بتكون أكيد مع كارمن الحظوظ والأبراز، ننتقل تبعث. إذا محطتنا التالي رح تكون مع هادية، وشو لازم مثل ما قلنا نحمل الجديدين بأشكال وأنواع لحتى نكون شوي أعمق. خلينا عم نرجع سوا حتى نتابع عالم الصباح لليوم 14 أيلول، وسبق لكل المشاهدين اللي كانوا عم بيتابعونا انه قدروا يشوفوا انطلاق طائرة البابا بنديكتوس السادس عشر من مطار روما باتجاه لبنان، طبعا ساعات كتير قليلة والكل رح بيكونوا بانتظاره على أرض مطار رفيق الحريري الدولي. بما يختص بعالم صباح لليوم رح ننتقل مثل ما وعدتكم حتى نشوف قصة هالحلاوة اللي عم بكره عم بكره بنحكي فيها، رح ننتقل لعند الشيف علي. بالتحضيرات مشجع وحابب، يمكن هيدا بتقطع مرحله بعدين من اول نهار مزبوط، لانه كل شيء يعني هالتحضيرات هيدا ولو هي عمليا عم بتصير، بس عم بتحضره نفسيا انه انا عم حضر شنطه للمدرسه، عم جيب الدفاتر للمدرسه. نحن كمان بدنا نقول لكل المشاهدين انه رح نتلقى اتصالات كمان اليوم، بس نرجع شوي لموضوع الاولاد اللي بيكونوا ما فاتوا على حضانه بشكل خاص، اكيد هالشيء بيكون صعب شوي بالنسبه للولاد. بعتبر انه في نوع من السيباراسيون او من الانفصال عن الام بده يصير قبل، يعني اذا بنلاحظ عياديا شو بيصير من خلال هيك الاستشارات يلي يعني بنسمعها من الناس يلي بيكون عندهم علاقه كثير هيك مش متينه، لانه علاقه المتينه هي علاقه سليمه، وانما علاقه عن جد فيها نوع من اللحمه، نوع من اذا بدك الايبر بروتكسيون، يعني نوع من الحمايه المبالغه. الام يلي بتكون ما عودت ابدا طفله انه تتركه عند حدا ابدا، يعني اوقات في بتسمعي انه انا ما بترك ابدا ولا عند التيتا ولا عند جده ولا عند حدا،
ومواكبة شغلي وليلة. ما بعمل شيء وما بظهر لحتى ضلني كل الوقت مية مع بالمية الاولاد، يعني اكيد في كثير امهات هيك بيرتاحوا منك، بس بس انه توصلي لأول انفصال عن الأم مشكلة، بتكون مشكلة للأم ومشكلة للولد. يعني الولد يلي ما بيريد ينفصل عن امه ابدا والشغله بتكون صعبه لإله، والام كمان يلي بتبعت الولد على المدرسه بتضل يمكن اول مدرسه بده يتم قبل، يعني اذا المدرسه اذا الدخول للمدرسه باول تشرين قبل بشهر بدنا ناخذ الولد على المدرسه، بدنا نفرجيه المدرسه ولو كانت فاضيه، نفرجيه الملعب ولو كان فاضي، يعرف شو ناطره، نبلش نفسر له كيف بتصير قصص الاكل، وين رح ياكل، نشتري نحن وياه الساك الخاص اللي رح بحط فيه هو الساندويتش او الاكل اللي رح ياخده معه، نفسر له انه هون في قانون، هيدي بدنا نفسرها بطريقه بدون ما نخوف. بتعرفي بعض الاهل اللي كثير بيعذبون اولادهم اوقات بخوفوا، يعني اوقات بيقولوا مثلا انه اذا بتعمل مرفوضه كيف بيلعب بيروح على المدرسه؟ مرفوضه. بدنا نفسر القانون يلي ناطر الولد بشكل انه بتعرف بالصف ما بيسوى يحكوا كثير، لما بدنا نحكي بدنا ناخذ اذن، بدنا نرفع ايدنا الى اخره الى اخره، هيدي بنبلش نطبقها بالبيت. بعطي مثلا غاده، بتعرفي باعمار صغيره بتكوني كمان قطعتي فيها مع اولادك، اكثر شيء اعمار الاربع خمس سنين بيكونوا اولاد كثير بحبوا يحكوا، انا هلا عم بقطع فيها. لانه يستفسر. مزبوط. كل شيء له سؤال. فكل اللي عندهم اولاد بهالعمر بيلاحظوا انه اذا الام بدها تفتح حديث هي وزوجها او هي وحدا صعب كثير بحضور الولد، يعني الولد بغض النظر اذا انت خلصتي ولا ما خلصتي. انا بعتبر انه بنبلش من البيت، يعني لما نحن بنبلش نفسر لاولادنا انه هن وعم يحكوا الكبار انت مش مفروض تحكي شوي شوي رح يطبقها، رح يعممها انه المعلمه هلا عم تحكي، انا ما بدي احكي بنفس الوقت مثل ما المعلمه عم تحكي، يعني هالقوانين بدنا نبلش نوعي عليهم الاولاد من اعمار صغيره، ونبلش نحط الحق مع المعلمه. يعني بتعرفي كمان في اهل بيجوا ضد المعلمه، يعني في اهل بيجوا انه اول دائما ابني معه بالضبط، يعني اول شكوى انه دفش حدا بالملعب او حكي كثير بالصف بدي اطلع عليها بتشوف شو بدي اعمل بدي كذا، والولد بيكون عم يسمع، فكمان هيدا شيء ابدا مش سليم بالنسبه للولد. خلينا ناخذ مايا اتصال ليلى على الخط نشوف اذا عندها مشكله عم تتحضر نفسيا للعوده للمدارس مع الاولاد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير ليلى. حبيبتي بدي اسال سؤال انا اذا ممكن. تفضل. عندي بنتي انا عمرها 7 سنين وروح لكي وصغر يكونوا موجودين، أول شيء حتى يشجعوا كل هالشباب لأنه هن بحاجة فعلا لتشجيع لحتى يضلوا موجودين، ما في غير بنقول لهم ما بقى تهاجروا واشتغلوا وظبطوا وإلى آخره، فهيدي بعتقد خطة كثير منيحة لنشجعهم، والناس بعتقد كمان رح تتسلى بهالأجواء الحلوة. المهرجان هو مش